جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن الحجامة ومتى تكون وعن مشروعيتها، جزاكم الله خيرا. وأيضا يسأل عن أجرة الحجام، وهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجامة ودفع لذلك مقابل، جزاكم الله خيرا. الحجامة من الطب النبوي المعروف، قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وأنا أكره النار. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة للحجام. فالحجامة طب شرعي، وأما وقت فعلها فهذا راجع إلى أهل الخبرة، هم الذين يعرفون الأوقات التي تصلح فيها الحجامة والأوقات التي لا تصلح. وكسب الحجام مباح، ولكنه ردي، يعني دني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، يعني ردي، لأن الخبيث هنا معناه الردي، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي من الطعام. وإلا فهو مباح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع له الأجرة. نعم.